نعم، العرض الأول هو كما ذكرت يكون يعني مندفع دائما. في أعراض في شق الاندفاع وفرط الحركة، وفي أعراض في تشتت الانتباه. نجولي أعراض الاندفاع وفرط الحركة، هو ما يحسبش وما يفكرش، طول ما يكون يلقى الباب مفتوح يطلع طول، لا يقول ممكن نشبح يمين، لا ممكن في سيارة شاد بي أنت في إيده، يستجيب من غير أن يفكر. نعم، شادة من إيده أنت مثلا في سوق أو في شارع يتملص منك لأنه شاف مثلا كورة أو شاف يعني في خطر عليه. صحيح. اندفاع لا يمكن أن يقبل، يعني خطير. نجو مثلا في الحركة استحالة يعمز، يعني مثلا في الفصل هذا ممكن فوق الطاولات وفوق المقاعد ما يقعمزش في مكانه، في الحوش ما يقعمزش في مكانه. يعني بالعكس ممكن توا هو كرسي يلقى روحه قرب على الطاوله، خلاص وقف على الطاوله يلقى الدولاب ممكن يركب فوق الدولاب. انا لما يجوني العياده بلا مبالغه استاذ فيتوري، وانت تبتسم الان ولكن هذا شر البليه ما يضحك، يعني انا مش عندي فوق الطاوله القرطاسيه متاعي والدباسه والقلم كان ميه بيمسها، كان دباسه بياخذها، كان ورق، كان اي حاجه ما عندهاش اي حاجه ينتبه لها وما يقعدش انتباه عليها، اي حاجه تلفت انتباهه يمشي للستار، يمشي للشرشاف، يمشي للباب، للروشن، ما يهفتش. نجو لتشتت الانتباه. نقولوا مثلا زي ما قلت لك ما يعرفش شنقالة الأبلة، عشان نعطوهم من واجب، ما يديراش الواجب، يبدأ ويوقف، ينسى شنطة، ينسى قرطاسية متاعه وأقلامه وحاجاته. يعني وفي هذه القصة أنت تخيل وضع الأهل سواء كان في المشاكل اللي في البيت أو المشاكل والتبعات اللي هي في المدرسة، واجتماعيا طبعا. قلت لك ما ينتظرش دوره ياخذ حاجة غيره، يعني أنت تكلم فيه قاعد ما كملتش سؤالك هو يجاوبك للدرجة هذه.